السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم اولا قبل كل شيء بون الماتش <applause> تاع تيار تاع هذا لي زونطريمون راهم في ظروف جيدة الحمد لله يا ربي اليوم لا ربريز ابري لا ديفا تاع اللي كانت صعيبة خسرنا على برا ظروف الناس قاعدة على بالها كيفاش خسرنا نحاول ان بيت حسبوهم بعد عاودوا نحوه الحمد لله يا ربي هذه شغل داخله في ليكسبيريونس نولوا نحضروا لي ماتشات الجاية ان شاء الله في ستانون ونعرفوا كيفاش نجيروا لي ماتش تاعنا عندنا ماتش صعيب مع كونكيرون ديريكت اللي رانا كيف كيف معاه في لي هما راح ما يخفى راح يجوا يلعبوا على لي تروا بوان ان شاء الله نكونوا حاضرين ونديروا كل شيء باش نربحوا الماتش تاعنا ان شاء الله بون الماتش تاع راح يكون صعيب باسكو راهم دايرين اوبجيكتيف تاعهم لاكسيسيون آه واحنا ان شاء الله رانا نلعبو الماتيه و اليوم لي بون في ستادنا سيرتو كي خسرنا ادكستيريو مع بو فاريك ان شاء الله نكون لي جواري يكونوا واعيين يكونوا جروب سودي ان شاء الله باش نحقو الفيكتور ان شاء الله راح بزاف بزاف في لي بروشين ماتش ان شاء الله بون السلام عليكم راك آه، تشوف آه، رانا نحضروا في المباراه القادمه ان شاء الله آه، كونتر آه، تيارت راه يلعب فاني على ورقه الصعود بو حنا فاني نديرو عليه العين وان شاء الله أن… نحققو النتيجه ان شاء الله و ونكونوا بالزائد ان شاء الله بون مباراه تاثيرات ما تكون سهله ب... علينا احنا ما تكون سهله باسكو في استادنا دير حسابك رانا دايرين فالطه في البوفاريك كنا خاسرين تجي لهنا ان شاء الله نصحوها بون ان شاء الله نكونوا بالزائد ان شاء الله يا ربي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين اليوم نرجعوا للمقابله تاع بوفاريك مقابله تاع بوفاريك كانت جرات في ظروف غير عاديه وين حضرنا المقابله احنا في في ظروف حسنه وكنا معولين على الثنيقات نقاط باش نواصلوا في سلسله النتائج الايجابيه اليوم كي تشوف انا ما نقولش تحكيم ولا مش مضاري نهضر على التحكيم اليوم كي حكم مثل هذا مثل هذا عنده سوابق في مقابله ماضيه ويعينه المقابلة مهمة ما بين بوفاريك اللي هو معروف على الساحة الوطنية في هذا القسم الوطني الثاني وكذلك ضغط الشعب اللي وكذلك فريق واتلي فريق واتلي هذا اللي راه في سنين هو يلعب في القسم الوطني الثاني ما بقاش فريق هذاك الصغير ولا ما فريق هذاك الطموح اللي 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 ما عندوش كيما يقول لك باع في هذا في هذه البطوله حتى هو عنده حظوظ حتى هذه البلديه عندها كيما يقول لك تمنيات باش تكون في, في القسم الوطني الاول لهذا ما نحقروش الفريق هذا نظرا لانه اسمه بلديه واتسلي اليوم فريق هذا أمسي بوس راح آآ راح يقدم كما يقول لك اداء مشرف واداء بطولي وعلى ثلاث مواسم متتاليه لعب بلاي اوف وكاع شافت كيف كيفاش الامور جرت العام اللي فات كذلك ضمن البقاء بأريحية وهذا الموسم راه مرشح كذلك للصعود حنا ما قلناش صعود صعود حنا قلنا تكوين فريق تنافسي ونواكبوا هذا هذا هذه البطوله بترقب لكن تشوف حكم انه نسجلوا هدف دقيقه 75 و15 دقيقه باش يعاود يريفيزي البيت ويعاود ويعاود يغير مجرى المقابله ونجعل اللاعبين في وضعيه مثل هذه اليوم هذا الامر غير غير, غير 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 مقبول جدا اليوم هكا نعرفوا بلي تقنيه الفار موجوده في 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 بوفارك وحنا نعرفوا بلي هذه التقنيه مازال ما تمشي في فلاجيري هو طبقها كما يبغي هو وغير مجرى المقابله غيروا في نسق كما يقول لك تنازلي 100% خلى اللاعبين يخافوا خلى الشعب حتى هو انه يطمع ويعرف باللي يدير الضغط على الاربيت يزيد يزيد, يزيد 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 يجيب حقه هكا كنا نشجعوا في العنف في الملعب اليوم احنا واش نقولوا نتاسفوا تاسفوا على هذا على هذا كما يقول لك تضييع هذه النقاط بهذه السجاده ونطوي هذه الصفحه ونخموا كما يقول لك المقابله الجايه اللي هو دربي ما بين ما بين زوج فرق اشقاء اللي هما من المنطقه وحده من منطقه لونشاريس فريق و وكذلك تيارت ان شاء الله تسود الروح الرياضيه والافضل يفوز ان شاء الله الفريق تاتيارت فريق محترم ومن بكري كيما يقول لك معروف في المنطقه هذه، حتى كذلك فريق وتسلي اللي راه قلت لك ثلاث سنين هو يؤدي موسم مشرف، بقات هذيك تاع فريق هذا كيفاش صعد وكيفاش راه ينافس وكيفاش اليوم احنا الا هكا ما في الفريق، انا اليوم كون نعرف باللي امور مثل هذه راح تصير لي مستقبلا مع التحكيم كيما هكا، اليوم هذا الاطار تابع انا اليوم اخر اخر حصه تدريبيه ليا. خلوا المدربين هذو اللي موالفين لي زاربيت ولا اللي موالفين كيما يقول لك موالفين مو يعرفوا دي زونترينر الكولاسه هذو يخدموا وحنا الاطارات نقعدوا نشوفوا ونترقبوا لماذا ونقولوا علاه الاطارات ماهوش يخدموا وعلاه المدربين شابه ما كانش في هذه في هذه في هذا البلد وعلاه الكره ما تقدمتش في الجزائر نشطلوا اليوم اليوم يكون تحكيمنا زين، تحكيم راه راه قطعة أساسية من اللعبة. اليوم كي نشوفوا كي نشوفوا المونديال الأخير، الناس كل تتحدث على كما يقول لك المستوى الراقي تاع الحكام. اليوم احنا الصافيرة الجزائرية كانت في المونديال. لما لا؟ ما يكونش ال... ما يكونش الحكام الشبان هذو اللي راهم يعينهم يكونوا آه يكونوا غربال قدوة تاعهم. علاه؟ بوركوا با؟ غير عندنا غير حاكم واحد؟ وهذه السؤال يبقى مطروح. قبل كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم نرجع أه نرجعوا لمجريات المباراه كنا كما يقولك سيطرنا على بالطول والعرض على الفريق ل... المقابله الفريق تاعنا كان واقف بيان في التيره وين انا يقولك المقابله على احسن ما يرام بعد تسجيل الهدف اللي كان هدف شرعي وين حكم التماس طلع كما يقولك للسونتر مع كذلك ال... الحكم الرئيسي بعدها وين دخلوا لي في كما يقول لك والناس غرباء وين ضربوا الحكم تماس نهالوا عليه بالضرب وضرب مبرحه كما يقول لك نورمالمون كي تبقى تشوف القانون تاع تاع الرابطه ولا تاع لي كونديسيون اللي تمر بهم المباراه نظن انه نورمالمون بارتياريتي تشوف بعدها بعد 15 دقيقة ولا حوالي 13 دقيقة ولا 15 دقيقة الحكم الرئيسي عاود يدي لا ديسيزيون يدي لا باش يرفض الهدف الشرعي بحجة أنه أنه هو السيد كما يقول لك سيد الموقف هو اللي سيد القرار وأنه هو اللي دا لا ديسيزيون أنا جو أنا دوموند حاجة برك أنا عاوز نسأل هذا الحكم بينه وبين ضميره حنا حكم التماس على ذلك ما فهمتش الدور تاع الحكم التماس وين هو لي سينيال نورجو ولا ولا كاين دي فيديو كاين كاين فيديو الحمد لله اللي يثبت انه شرعيه الهدف هدف حقيقي مئة 100% ومن بعد الحكم يقول لك انا ندي لا ديسيزيون وزاد وين دوزيام ميطون دار كيما يقول لك 100% مع مع مع, مع, مع وين كسر كاع لي كونترا تاك وين أه نحاز 100% مع فريق بوفريك خضع كيما يقول الضغوطات اللي كانت عليه ونظن انا انا نشوف مع مع محافظ اللقاء وين كانت كلش اورغانيزي وين المباراه فات في, في, كان كما يقول لك الحمايه كاينه الشرطه كاينه على شي خاف الى هذا حكم تاع قسم وطني الاول يدير كما يقولك لك فضيحه تحكيميه كما هذه هذا نظن ما يشرفش الكره الجزائريه و كما يقولك لك نوجه نداء للرئيس لجنه التحكيم السيد حيمودي اللي نعرفه بالنزاهه تاعو انسان اللي اللي كما يقول لك واضعين كاع الثقه في احنا كرؤساء وين هذا الانسان جاي يخدم وهذو جاي يشوهوا له السمعه تاعو هو دار ثقه ثقه كبيره في هذا ال في هذا الطاقم خاصه الحكم الرئيسي الحكم الرئيسي اللي جو كو ما كانش في المستوى تاع هذه المقابله تعمد هو انا نعرفوه كيما يقول لك درنا بعض المقابلات الموسم الماضي وشلنا باللي عنده ما, ما درش هذه الفضائح نظن باللي هذا الشيء متعمد وجا كيما يقول لك خصيصا باش يكسر الفريق تاعنا ونشوفوا باللي بوفاريك مر بمرحله صعيبه وين انهزم في ميدان ومربح حتى ماتش احنا اليوم ايكيب تلعب لاكسيسيون تحضر في تحضر طيله الاسبوع اللاعبين بيان كونسونطري احنا نتعبوا واللي اللي يتعبوا من يجي يبعث لك حكم كيما هذا يجي يكسرك انا نظن نقول للسيد حيمودي بلي هذا اشبه هذا الحكام ما يشرفوكش انت بالنزاهه تاعك بالخبره تاعك بالمستوى تاعك نتمنوا ان شاء الله من رئيس رجل التحكيم لي ماشاء ماتش ان شاء الله يكونوا حكام في المستوى رانا نبعثو دي لاتر باش لنا دي دي زربيت انترناسيونال ولا فيديرال يكون في مستوى الحدث عندنا مباريات اللي تحدد كما يقول لك مصير الفرق نظن لازم يكون حكام في المستوى، وحنا نقولوا باللي ندوا بالظلم التحكيمي اللي تعرضنا ليه من طرف الحكم بوشاكر شاكر اللي ما كانش في المستوى، من بعد من بعد المباراة وين يطلب مني ما من نديكلاريش في, في في القنوات يقول لك ما تتكلمش باش ما تذبحنيش، ونخلفها لك في مقابلة، حنا ماناش في في, في 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 ماتش ما يقول لك ماناش في تا دي ماتش انتر هذه بطولة جزائرية. نظن بلي هذا الشيء وامام امام امام مراه كما يقول لك الشرطه وحتى حتى لي اللي, زو اللي, اللي كانوا ثمك يقول لك غلط وصا غلط انت غلطه غلطه متعمده الا ربي سبحانه اللي ما يغلطش ولكن انت تعمدت الفيديو ديتو له كما يقول لك جيس قبل ما يدي آه القرار قلت له وين الفيديو تاع تاع الهدف الهدف شرعي وما بغاش يستعرف قال لك سقسيت هو بالقول تاعو واني مسؤول على كلامي قال لك سالت الحكم التماس قال له شكون اللي باصاها آه لا باس مين جات من عند من عند من عند ديفونسور ولا من عند من عند كيسموه هذا شيء ما يشرفش كره الجزائر لكن ما كان عيو انا دوك لي تروا بوا راحوا شكون اللي يرجع حملي ما كانش اللي يرجع حملي والفريق الضحيه هو الفريق فريق راه عنده كيما يقولوا يلعب كي على الادوار الاولى جو بونس هذا الحكام ما يشرفوناش بيكونوا في في المستوى احنا ما راحش نسكتوا على حق الفريق عندنا ثقه كبيره في رئيس الرابطه تاعنا علي مالك وكذلك في رئيس لجنه التحكيم السيد جمال حمودي اللي دار لنا حكام من قبل في المستوى وحنا كي ما يكونش حاجه مليحه رانا نتكلموا على حقنا ونظن هذا راه ذبح الفريق تاعنا ذبحنا واللي تروا هو اللي كان السيد في القرار تاعهم هو اللي نحنا تروا ونزيد على ذلك انه الهدف تاعهم غير شرعي انا نقولها باسكو ما كانوش دي كاميرا دوك هذا المشكل تاع كاميرا انا ما انا ما انتقدش القرارات تاع تاع الرابطه اللي منعوا منع باتا الصحافة باش تصور ولكن بعض الامور ما تقدرش تشوفها كيما هكذا أنا رايحين داخلين في حيض دوك اربيت يشوف اللي مكانش ما الصحافه ومكاش قنوات تلفزيونيه يدير واش يحب هو اللي ديسيدي دي في الريزطا تاع انا نظن لازم يشوفوا لنا حل خاصه في في الكاميرا ولا في الصحافه شوفوا حل الالم بيناتهم ربي نتههم وحنا نحترموا قرار تاع رئيس الرابطه ولكن كي لا تمت الاوضاع كيما هكذا دوك يولي ليزاربيت هما اللي, هم اللي ديسيدو والصحافه لا تكون كان عندها دور كبير باش تفضح هذ الناس تاع الفساد وهذو الناس تكشف تكشف واحد الامور اللي 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 ما ما تجيش ما بالخير للكره الجزائريه نتمنوا ان شاء الله هما قريصة كان عندنا فيديو وين وين ديناهم اللايف وين يثبت انه هدف شرعي 100% ويثبت انه تَعْدَوْ على الحكم التماس وضرب مبرح تروح تشوف الفيديو ماتش ما والو كي ما صرا والو ما ولكن هذا الشيء ما يشرفش كرة القدم الجزائرية نتمنوا ان شاء الله الحق تاعنا ندوه ان شاء الله في المقابلات القادمة ان شاء الله